الدنيا بكل بساطه الحقيقه بتاعت المصريين القدماء في بالنسبه للجانب الديني. طيب اول حاجه عندي هنتكلم على خصائص الحياه الدينيه. مين يقولها لي؟ خصائص الحياه الدينيه. خصائص الحياه الدينيه. المصري القديم معروف عنه تدينه، بيحب قوي التدين وبيحب التقرب الى ربنا سبحانه وتعالى. ما يقابل الفراعنه كان يتقرب الى الالهه. اول خصوص من خصائص الحياه الدينيه الاعتقاد بتعدد الالهه. واحد الاعتقاد بتعدد الالهه. بالظبط الاعتقاد بتعدد Okay.
راح في ايه؟
محكمه الموت. محكمه الموت كانت تتالف من مين؟ محكمه الموت من كام؟ من 40. اشمعنى 42 قاضي؟ اشمعنى 42 قاضي؟ لانك برافو، بيمثلوا اقاليم مصر اللي هي ال 42 اقليم. تمام. طيب مين اشهر معبودة في محكمه الموتى؟ الالهه. عايزه حاجه جديد تفضلي. اوزوريس. لا، اوزوريس. اوزوريس اسمه اوزوريس، ده اله الموتى. اوزوريس ده اله الموتى. تمام. عندي كمان حد اله برضه في محكمه الموتى اسمه ماعد، إلهة الحق والصدق. أو ساعات بعض الكتابات بتبقى ميعاد، يعني احنا ممكن نقول ماعد وساعات نقول معاد. دي اللي هو الريشة في الحق، لما المتوفي يموت يتعرض إلى محكمة الموت، فتحط قلبه على كفة الميزان. إذا قلبه إذا الريشة عملت إيه؟ يدخل الى النار. طيب هنا الرمز بتاعي ايه؟ الرمز بتاعي ريشه. ريشه. ريشه بتتحط على ميزان. يبقى الرمز بتاعي ريشه. يبقى الرمز بتاعي ميزان. خلاص؟ حد يعرف اسم ريشه؟ اه؟ كمان عايزه ريشه. ريشه اسمها ريشه؟ Thank you.
كان في ميزان، ايه الميزان ده ايه؟ كان بيتعرض الملك للميزان، تبدا ان انا انعش الذاكره البصريه. طب هيجي الامتحان ازاي؟ هيجي الامتحان ازاي؟ الامتحان هيجيلك كده سؤال امامك خريطه ذهنيه. معايا يا نسا؟ امامك خريطه ذهنيه. اكمل ما يلي. هجيب لك مثلا هذه الخريطه بتاعت الحياه الدينيه، ما دي اسمها خريطه ذهنيه. خريطه للحياة الدينية في مصر القديمة. هجيب لك درس مكتوب بهذا الشكل، وأقول لك أمامك خريطة ذهنية. أكمل بيان. عارفين سؤال أكمل؟ بدل ما أجيب لك أكمل وأنت تحطي العبارة أو تختاري بين الأقواس، لا هجيب لك الرسمة دي، وأقول لك أكمل. وأروح عاملة بحث وخروج وتحليل، وأقول لك أكملي، الحتة دي إيه؟ البحث والخروج. طيب. هروح عامله هنا سموه للتوحيد، واروح عامله اخناتون، واروح اقول لك هنا اله. الاله واقول لك نار. اخناتون. طيب اجي اقول لك من الهه مصر في الدوله القديمه نقط ونقط ونقط. ها؟ واروح احط لك نقط على هنا. تقول لي راع او في الدوله القديمه او جلوس في الوسطى او جلوس في الحديثه. تمام؟ وراجع برضه السؤال ده بالشكل ده. هيبقى حلو يا شباب ولا هيبقى صعب؟ تمام. طب انا لو شلت الحياه الدينيه خالص وقلت له نار. الخريطه الذهنيه ضع عنوان لهذه الخريطه الذهنيه. الحياه الدينيه. حلو يا شباب؟ طيب انا دلوقتي مش احنا لو مثل حد بيدينا في الامتحان عباره وتقول لك اجب بعد ضغط هذه العباره اجب على الاسئله الاتيه؟ طيب بيجي لك الف وبيقول لك جيب. هل ممكن هذه العبارة بيجيبها ايه؟ بيجيبها مثل حاجة. هذه العبارة اللي بيجيبها لازمتها ايه؟ عشان أجاوب على الأسئلة اللي هي تساعد على تذكر القطعة وتساعدك على إنك تجاوب على الأسئلة اللي هي طرحتها لك، تمام؟ طب إيه رأيك لو أنا طرحت سؤال من أسئلة القطعة اللي هتجيبها سواء في تاريخ أو جغرافيا ورحت قايل لك إيه؟ كوني سؤال تكون إجابته جوه العبارة. إيه رأيك؟ كون سؤال تكون اجابته جوه العباره. طيب انا اكون سؤال ازاي؟ مين يكون سؤال؟ تكوين السؤال يكون فاكره ايه يا شباب؟ تكوين السؤال. ايه لازم استفهام. انا قلت استفهام، برافو
الرسوم فقط. طب تعالى ندي مثال يكون اقرب برضه. مثلا عايزين مثلا صورة تكون شكلها معبر اكتر. مثلا بتاع طلعي الغنى اللي في صف 40. بتاع طلعي الغنى هتلاقي ايه؟ واحد خريطة، اثنين تكوين،